الله يخليك يا الله يا اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا. يا الله يا الله يا أبلغ سلامي أبلغ سلامي أبلغ سلامي للحبيب محمد وأوصيتموني لا سركم وأوصيتموني لا أبوح بسركم فباح بما أخفي فباح بما أخفي تفايد أدمو محمد رسول الله محمد رسول الله اللهم صل عليك يا حبيب الله اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله اللهم صل وسلم عليك يا شفيعنا محمد اللهم عليك يا ابن عبد الله اللهم يا رب الأرباب ويا ملتقى الأرقاب ويا من دعاه موسى واستجاب اللهم يسر امورنا قولوا امين قولوا امين اخوتي اللهم يسر امورنا اللهم ارحمنا اللهم شافينا اللهم اجبر خواطرنا اللهم اهدينا اللهم اهدينا في من هديت اللهم يسر امورنا اللهم يا كريم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اللهم اجعل القران هدى ورحمه لنا اللهم اجعله حجه لنا ولا تجعله حجه علينا اللهم يسر لنا بالقرآن واحفظنا بالقرآن وارحمنا بالقرآن وشافينا بالقرآن اللهم اجعل شفاعة سيدنا محمد علينا في القرآن اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله